ازيكم يا شباب؟ استنوا كده استنوا. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. رجعنا للفلوجز تاني. النهارده جالي شحنه من سودو كوم، عايزين نركبها ونغير بقى في السيت اب شويه، ف يلا بينا. طب ايه بقى اللي جاي لنا؟ نشوف معانا محرك. ده شريط ليد كنت جايبه او طلبته علشان بتاعنا اغير بقى في السيت اب شويه والكلام ده، وعاجبني كمان اللي هو كمان معاه المود علشان تغير اللون اللي انت عايزه. كل مود بقى فيديو يبقى بلون معين، يبقى ايه، يحسسك ان انت في مود مود الكلام اللي احنا بنتكلم فيه، او مود الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. ف يلا بينا نركبه. بعد ما صورت الحته دي اكتشفت ان الكاميرا اصلا مش بتصور. المهم احنا المفروض عملنا انبوكسنج للحاجه، هي شريط ليد جاي معاه ريموت علشان زي ما قلت كده طبعا في الفيديو اللي هو ما تسجلش، اللي انا عايز ادخلكم في المود بتاع الموضوع اللي بكلمكم فيه. يعني في هنا الوان كتيره جدا، فاللي هو بقى ايه، لو مثلا الموضوع هادي فاجيب لكم مثلا لون هادي كده ورايا، لو موضوع مثلا موتيفيشن مثلا يبقى اللون كده احمر كده وفي كده جو موتيفيشن كده. فانا جبت ده عشان ادخلكم في المود بقى في الكلام اللي انا يعني في الموضوع اللي انا بقوله. فيلا بينا نركبه. وطبعا معروفة تظبيط الشغل اهم من الشغل، فاحنا جبنا عارف اسمه ايه؟ اسمه ايه يا رب؟ دبل فيس. جبنا شريط دبل فيس عشان نركبه على الحيطة من فوق كده، دايما يدور كده على الأوضة كلها، ونشوف بقى يعني هل التجربة دي هتنجح ولا مش هتنجح. مش عارف بصراحة، أنا حاسس إن هي هتفشل أصلا وهو مش هيكمل. هو المفروض هو 5 متر بس أنا مش عارف أصلا الأوضة قد إيه. كنت عايز أجيب اتنين بس خفت لا يكون كتير قوي فجبت واحد بس، فمش عارف النظام هيبقى عامل إزاي. يلا بينا بسم الله. خلصنا كده من التلزيق الحمد لله. كده بقى ايه، نعلق على الحيطه. طبعا الدبل فيس ده المفروض انت بتشيل كمان اللزق اللي في الناحيه الثانيه ده، ويبقى بالناحيتين بيلزق. فانا كده لزقت كده اللزق الجهه الاولانيه على الليد، الجهه الثانيه بقى هتبقى على الحيطه. جبنا سلم دلوقتي عشان نبدا بقى نركب او نلزق الليد على الحيطه. يلا بينا نشوف. التعب دي اللي حصلت النهارده هي ما اسمهاش تعب، هي ممكن نسميها اي حاجه اعلى من التعب. فكره ان انا اصور بكاميرتين، وانا عارف كمان اصلا ان انا هتعب في المونتاج جدا 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 في الفلوج ده، بس حلاوه الحوار ان انت لما بتيجي تتعب وبتيجي تشوف بقى النتيجه اللي في الاخر او الحاجه النهائيه اللي انت عملتها بتفرح. يعني انا المفروض بعد ما تعبت وقعدت تقريبا 5 أو 6 ساعات بعمل في شريط الليد، وصلنا للي احنا يبقى الفلوج يبقى كده اختلاف السماء بالارض. يعني انا اصلا مبسوط جدا، وعجبني جدا كمان فكره ان في شريط او في لوحه تحكم بتتحكم بيها اللي انت عايزه. اصفر، مش انا بقول الوان غلط اصلا، يعني تقريبا هنعمل بيها شغل عالي جدا 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 في الفلوجز وفي الفيديوهات اللي جايه. انا ممكن افضل قاعد العب اصلا من هنا للصبح يا اخي. تعبت جدا، لا هو لونه مش احلى. تعبت جدا جدا في الفلوج ده، بس عايز اقول لكم انا عملت ايه الاول عشان بس ايه، خلينا بس ايه نشوف بالكاميرا الثانيه. لزقت بقى هنا لزق السنين يا معلم. بص اللزق كل ده كده لزقته عشان طبعا ما تقعش،
بس هي جابت اصلا فايده، يعني هي الحاجات دي كلها كده فوق وانا مش باين، يعني اي مفيش اي سلك اصلا باين تحت، وكده كده اصلا الفيديو اصلا بيبقى بعيد عن السلوك دي كلها. بس هو ده اللي انا عملته طبعا، ده كان الحل طبعا الوحيد عشان اشغل الشريط الليد. الانسان طبعا بيحب اللي هو يغير كده من وقت للتاني، فحاولت ان انا اغير السيت اب. يعني انا بيضت في الاول وبعد كده لقيت ان برده مش مرضي بالنسبه لي، فركبت البانر التاني. واللي بيسال صح على البانر، انا كنت جايبه من كاف جاليري، في اشكال عندهم كتيره جدا برده، ادخلوا شوفوا البيج بتاعتهم. وقلت بقى في الاخر اجيب الليد. هو بصراحه انا اصلا كان نفسي فيه من زمان، بس ما كنتش عارف الطريقه اللي ركبه بيها، او ما كنتش عارف اجيبه منين اساسا، لحد ما لقيته على sodo.com وجبته. فانا عجبني جدا اللوك اللي هو بتاع الانوار بقى ده، واللي انا بقى شغل بقى النور اللي يليق مع الموضوع اللي اتكلم فيه. كانت تجربة فلوج حلوة، يا رب تكونوا طبعا استمتعتوا زي ما انا ما استمتعت كده، بس انا طبعا تعبت جدا. بس كده دوسة كوتش، سلام عليكم.